كتاب الصلاة إلى البخاري، إلى صحيح البخاري. كتاب الصلاة قال: باب رفع الصوت في المساجد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله المديني، هو من أساطير المحدثين، عالم النبيل. قال الإمام أحمد عنه: هو أعلمنا بالعلل. علي بن المديني هو شيخ البخاري، وأفضل ما قيل فيه أن البخاري قال: ما استصغرت نفسي عند أحد قط مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هنا ويحيى بن سعيد القطان، وهو من أساطير المحدثين. قال: حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن، أو الجعد ابن عبد الرحمن أبو زيد الكندي التيمي المدني. قال ابن معين: ثقة. قال النسائي: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. نعم، أبو الفتح الأزدي قال: في نظر، والنظر في كلامه هو كما تعلمون على تشدد اللي هو فيه. قال: حدثني يزيد ابن خصيفة، هو يزيد بن عبد الله ابن خصيفة الكندي المدني. قال ابن معين: ثقة. بل وفي رواية قال: ثقة حجة. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. وابن أحمد حنبل أيضا وثقه. قال النسائي: ثقة. فذكر ابن حبان في الثقات. قال: عن السائب بن يزيد الأزدي الكوفي. السائب بن يزيد ذكر ابن حبان في الثقات، في كتاب الثقات في طبقة الصحابة. وقال: له نصيب من صحبة ورواية. فالسائب بن يزيد صحابي، وإن كان صحابي صغير، وهذه من لطائف الإسناد أن صحابي صغير يروي عن صحابي كبير، كما يقولون عنها في علم المصطلح رواية الأصاغر عن الأكابر. قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، ألقى علي الحصى يعني، فحصبني رجل، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الوزير الثاني للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئت بهما. قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: نحن من أهل الطائف. وهذا كان في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. طبعا لأن علو الصوت في المسجد نهى عنه عمر، هو أمير المؤمنين ولي الأمر، وهو أمر بطاعة عليه بمعصية، فوجب السماع والطاعة. فقال: إنا من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة، من أهل البلد، لأوجعتكما ضربا، أو قال: لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن وهب. قال: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب هو عمه، فقيه محدث ثقة أمين. قال: أخبرنا يونس بن يزيد، ويونس بن يزيد الأيلي من الثقات. قال عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن عبد الله بن كعب بن مالك، شوفونا رواة الأبناء عن الأباء، أن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه
أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرت دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما. هنا شوف الإمام البخاري أتى بحديث عمر وأتى بحديث كعب. أنا كعب بن مالك أخبره بذلك، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج عليهما رسول الله حتى كشف سجف حجراته ستارة، ونادى يا كعب يا كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر. قال يا كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي حضرت، قال قم فاقضه، قم فاقضه. تبويب الإمام البخاري، قال باب رفع الصوت في المساجد. أراد أن يشير بأن المسألة فيها خلاف، لأن فيها المنع مطلقا، فيها الجواز مطلقا، فيها التفصيل. أما الإمام مالك فمنع من ذلك مطلقا، والمنع مطلقا أسلم وأرحب، ولأن فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كاد يضربهما وما ترك إلا أنه علم أنهما من أهل الطائف، وهذا من باب توقير الله جل في علاه وتعظيم شعائر المسلمين وتعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. هذا قول مالك. وعمر نهى أيضا عن ارتفاع الأصوات في المسجد. ومن قال بالجواز مطلقا ما أبعد، لكن أولى منه المانع مطلقا. وأسعد الناس بالأدلة وأصحهم قولا هم الذين قالوا بالتفصيل، قالوا نفرق في علو الصوت بما فيه منفعة وما لا منفعة فيه، مع أن الجواز مطلقا قريب جدا، لأن حتى ما ليس فيه منفعة كانوا ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا إذا جلسوا صلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا وقص كل واحد منهم قصته مع الجاهلية والأصنام العجوة، والجميع يضحكون وأصوات تعلو تتعالى هي الآن. لكن قالوا التفريق هنا من باب تعظيم شعائر الله، فما كان فيه منفعة يجوز رفع الصوت فيه كالتزام الغريم لغريمه، وقد اشتد عليه في طلبه، وأصواتهما قد علت وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج فقال: يا كعب ضع الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال الآخر: قم فاقضه، قم فاقضه. فدلالتها واضحة، عالت الأصوات ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عن علو الأصوات. هذا يطالبه بدينه، هو مع غريمه ملازما له، وعالت الأصوات وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم ينكر قلنا ما كان فيه منفعة جاز علو الصوت،
كالخطيب كالمعلم كحفظ القرآن تحفيظ القرآن كلها تجوز وبصوت عال. إذا نقول التفصيل في ذلك هو الأفضل، التفصيل في ذلك هو الأصح والأسد والأسعد دليلا. نعم. وأما الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سمع الأصوات حصب السائب بن يزيد قال ائتني بهؤلاء، وفيها استعمال عظيم القوم لأحد الرعية أو استعمال ولي الأمر لأحد الرعية جاز ذلك، وهذا تتميما للمصلحة. قال ائتني بهما، فجاء بهما ترتعد فرأسهما، فقال من أين أنتم؟ يريد يعرف كيف أنهم لم ينفذوا ما قاله، لأنه نهى عن علو الصوت في المسجد. فقال نحن من الطائف. قال لو كنت من أهل البلد لأوجعتكما. وهذه فيها أيضا جواز التعزير، جواز التعزير لولي الأمر، وله أن يرى الطريقة المناسبة للتعزير. وفيها أيضا الحفاظ على المساجد، وأنها لم تبنى إلا لذكر الله جل في علاه. لذلك نهى النبي أدبا في المساجد، نهى النبي عن إنشاد الضالة، ونهى عن البيع والشراء، هذا سوق الآخرة ليس سوق الدنيا. فإذا البخاري لما بوب وأطلق أطلق لأنه يعلم أن في المسألة قولين أو ثلاث، أراد أن يلفت الانتباه إلى أن تعلم بالأقوال، وأتى بالحديثين مقابلين، حديث عمر قال لأوجعتكما، وحديث آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه لكعب. نعم، في كلامه لكعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وقد علت اصواتهما ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. الفوائد المستنبطه تكون خلصت. تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله، جواز استعمال ولي الأمر لأحد الرعية، حسن خلق النبي بتواضعه، حسن خلق النبي بالتواضع، الفائدة التالية فضل الصحابة بسرعة الانقياد، فضل الصحابة بسرعة الانقياد.